رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. في هذه الفقرة رح نتكلم عن بعض الأمور اللي يشعر بها الإنسان بشكل مفاجئ. في بعض الأحيان تجيه رشفة في الجفن وفي العين، وبالعادة ما نعرف إيش سبب هذه الرشفة، وهل هي تشكل خطورة على العين أو لا، ومتى تكون رفة العين علامة إنذار. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وحول أسباب هذه الرفة، أكيد نرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور عبد المجيد الفاخري، استشاري العيون وجراحة الشبكية والماء الأبيض. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا. حياك الله، مسا عليك وعلى الضيوف الكرام. حياك الله يا دكتور. دكتور، خلينا نتكلم في البداية عن أسباب يعني رفة العين هذه اللي تيجي من فترة لفترة، لو تحدد لنا في البداية إيش هي الأسباب الرئيسية لها. طبعا أكثر الناس اللي يصير معهم رفة في العين وفي الجفن، خاصة إذا كانت متكررة شديدة طولت، يبدأ يقلق ويخاف إنه يقول يكون عيني فيها شيء. الحمد لله معظم الحالات ما يعتبر في شيء خطر أبدا، وتكون عبارة عن علامة لأمر آخر، علامة أنه والله بالعموم في إجهاد للنفس، في قلة نوم، في كثرة قهوة، أو في قلق. فحتى موسم الاختبارات كثير من الناس اللي عندهم مثلا في الجامعة أو في الاختبارات الثانوية تلقى فيها قلق عالي، فتلقى أكثر معهم أعراض رفة الجفن سواء العلوي أو السفلي. وحتى عاد الدكاترة اللي يسوون الاختبارات برضو عليهم ضغط، الأساتذة عليهم ضغط، يعني تنتشر هذه الأعراض أكثر. بس إنها بالعموم ما هي مقلقة. المسببات الرئيسية قلة النوم، القهوة، والقلق، هذه أكثر ثلاث أشياء. الأمر الأخير اللي هو جفاف العين أحيانا يكون فعلا هو السبب. أغلب الأسباب ما هي من العين نفسها، بس أحيانا تكون الجفاف. احنا لما نتكلم، بس عشان ودي بس نوضح للمشاهد وش هي رفة العين، احنا نقصد الجفن أنه يبدأ يتحرك بطريقة لا إرادية، صحيح؟ في الغالب الشخص يحس فيها بس ما تكون واضحة مرة، لأن العضلة صغيرة جداً اللي قاعدة ترف، فيحس بإحساس مثل الرعشة في الجفن. أحياناً توضح، أحياناً تكون شوي واضحة، ما تكون شديدة. وهذا الموضوع عشان الواحد يفرق إذا شيء لا سمح الله خطر أو غير خطر. في ناس يجيهم مثل الشد العضلي في الجفن، صح، يقفل العين كاملة. هذه مشكلة عصبية، هذه ما هي رفة الجفن. أو يكون معاه مثلا شد في الوجه كامل، هذا أيضا مشكلة عصبية. احنا رفة الجفن نتكلم عنها رفة بسيطة تكون في الجفن علوي أو السفلي، وبالعادة ما تسكر العين، ما تسبب أي إشكال وظيفي، فقط إحساس مزعج للشخص. طيب إذا كانت متكررة دكتور، يعني إذا كان يعني مثلا الواحد تجي مرة في السنة مرتين في السنة، هذا شيء يعني الواحد ما يخاف منه، لكن إذا كانت مثلا بشكل يومي أو مثلا ساعات طويلة في اليوم، معناته الشخص مو قاعد ينام زين أو أنه قلق جدا. كلنا ما ننام زين. أنا قبل أسبوعين تقريبا جلست أسبوع كامل الجفن عندي سفلي يرف بشكل شبه مستمر. نعم. وكان أسبوع صراحة ضغط عالي علي، وأنا كنت يعني فاهم الشيء، ولكن ما باليد حيله، يعني حين يكون الضغط يجبرك، لكن ما هو مقلق. أهم شيء الواحد إنه ما يشيل همه ويرجع ينتبه لنفسه وصحة العامة. ويقال أن الشعب السعودي من أقل الشعوب نوما على فكرة، يقال صحيح. سهر ويحبوا القهوة والقهوة السعودية. كل شيء، كل المسببات يا دكتور. مع رشفة العين كمان أحيانا يكون في حركة سريعة للبؤبؤة، هذه برضو تعتبر إجهاد ولا لها مسببات ثانية؟ لا، أي أعراض مختلفة عن رفة الجفن أو رفة العين تأخذ لحالها. تمام. إذا كان شيء عابر أحيانا مع الإجهاد، الشخص يحس أنه مو مركز مرة أو زي كذا، وما تأثر على حياته وظيفيا، في الغالب هذا شيء عابر وما مقلق إن شاء الله. لكن رفة البؤبؤ المستمرة مثل الرأرأة مثل هذه الأمور، هذه كلها مشاكل أخرى ما لها علاقة برفة الجفن. طيب خلينا نتكلم عن الأعراض الثانية اللي قد تكون مصاحبة دكتور مع رفة العين، مثلا احمرار، يعني شوي الرؤية ما تكون واضحة، الصداع، هذه الأمور كلها متى الواحد، يعني أنت قلت غالبا ما تكون مرة مقلقة لأنها بسبب قلة النوم، القهوة، هذه الأمور، لكن إذا يعني متى أنا أكون قلقة؟ إذا جت مع إيش؟ يعني بالعموم طبعا السهر والقلق كلها قد تسبب احمرار في العين. السهر بحد ذاته يزيد من الجفاف، يزيد من، قد تسبب احمرار في العين. فإذا الاحمرار بسيط وما هو بشيء مستمر، الأعراض بالعموم بسيطة ما تأثر على حياة الشخص وظيفيا، إن شاء الله أنه ما يحتاج يعني يقلق ولا يحتاج أنه والله يروح يفحص ويبحث. لكن إذا كانت والله الأعراض شديدة مستمرة، احمرار شديد في العين، حكة شديدة، الرؤية فيها عدم وضوح مستمر، الأفضل أن يروح يفحص عشان يطمن. يعني
ما هو بالضرورة أن تكون مرتبطة برفة الجفن، قد تكون شيء ثاني وصاحبها رفة الجفن. طيب بهذا الشكل. يعني دكتور، اللي بيصير واقعيا أنه تركيبة العين سبحان الله زي ما كنا نقول تحت الهواء هي تركيبة معقدة جدا، وفي أشياء كثيرة مرتبطة ببعض ولها علاقة ببعض، وفي أشياء يمكن إحنا ما نعرفها يعني بشر طبيعيين وعاديين، الأطباء هم اللي يعرفوها. موضوع تدليك العين بسبب مثلا الرشفة ولا الاحمرار أو الحكة وغيرها، إيش ممكن يأثر على العين؟ طبعا تدليك العين بالعموم ما هو بشيء ينصح فيه طبيا، نتكلم عن الواحد يفرك العين. وكثير مقاطع تنتشر احيانا في الواتساب، ناس يعني يخترعون طرق في فرك العين بطريقه معينه، هذه ما ننصح فيها ابدا. اول شيء قد تسبب لا سمح الله خدوش في القرنيه زي ما تكلمنا سابقا. قد تسبب خاصه عند صغار الاطفال، ممكن تسبب لا سمح الله تحدب في القرنيه، بالتالي قرنيه مخروطيه. فحكة العين وفركها ما هو بشيء ننصح فيه. الكمادات أحيانا تكون مريحة للعين. كمادات الشاي؟ كمادات الشاي ممتازة، ولكن أحيانا نحن نقلق من نظافة كيس الشاي نفسه. تعرفين أعشاب ما نقدر نتأكد من نظافتها. لكن الكمادات بالعموم تكون مريحة، بعض الناس يرتاح مع الكمادة الباردة، وبعض الناس يرتاح مع الكمادة الحارة أو الدافية. خاصة اللي يكون عندهم نوع من انسدادات في الغدد الدهنية، ممكن يرتاحون أكثر مع الكمادات الدافئة. فبالعموم الكمادات مريحة للعين، لكن فرك العين أو تدليكها ما ننصح فيه بصراحة. والعدسات والمسكرة والميك اب والنظارات يعني فعلا احنا يمكن نستخدمها احيانا بطريقة قد تكون مؤذية لها دكتور. وبالحديث عن الاجهاد وايذاء عيوننا، يعني حتى الجوال، حتى التابلت، حتى التلفزيون ممكن لو الواحد استخدمه بطريقة يعني غير صحية او صحيحة يؤذي عينه. اليوم من الاخبار الترند دكتور اللي هي نظارة أبل. نظارة أبل يعني قاعدين نشوفها ومتحمسين، ها نشتريها ما نشتريها، نستخدمها ما نستخدمها. هي الحين تعتبر بديل حتى عن التليفون، يعني الواحد 24 ساعة من يصحى لين ينام وهو لابسها، وفي شاشة وفي إضاءة وإلى آخره. فهل يعني بشكل عام أو الدراسات أو رأيك الطبي وش يقول عن هذه النظارة؟ جميل جدا. طبعا هذه قد تكون قفزة جديدة في عالم التقنية. نعم. والأشياء الجديدة دائما أحيانا تكون فيها غموض. طبعا ما نقدر نعرف بالضبط هل هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل، هل ممكن نواجه منه مشكلة في عيوننا ولا لا. حتى الآن ما في شيء ثبت أنه ممكن يسبب ضرر في العين. طبعا غير موضوع الإجهاد، وهذا الشيء مصاحب أو مشابه للي يصير مع الجوالات، الواحد يركز بكثرة يكون في نوع من الإجهاد. فهذا الشيء اللي يعني نتوقع. في شيء نقدر نربط فيه تقريبا، اللي هو النظارات هذه فيها شبه باللي هي أجهزة الواقع الافتراضي اللي كانت يعني تلبس والواحد يشوف فيها عالم افتراضي. ما ظهر عليها أي مشاكل صحية في العين، نتكلم مشاكل عضوية. بعض الناس قد يواجه صداع أو انزعاج أو دوخة، هذه تحصل عند بعض الناس. وأنا سمعت خبر قبل فترة عن برضو نظارة أبل أن بعض الناس رجعوها قالوا فيها صداع ما ارتاحوا معاها. هذا قد يكون مشابه لحقة الواقع الافتراضي. بالعموم حتى الآن ما في شيء يدل أنها فيها خطر صحي على العين. وفي الغالب أنه برضو أبل قبل ما يعني تطلقها سوت نوع من الدراسة والتجربة. ولكن يظل الواحد يصبر ويشوف. الشيء الجدير بالذكر أنه في ناس متفائلين جدا أن هذه النظارات ممكن يكون لها دور كبير في علاج العيون، خاصة اللي عندهم مشاكل في العصب البصري، مشاكل في مركز الإبصار، في مجال الرؤية، أنه ممكن يدمج فيها تطبيقات. طبعا هذه زي التحليلات أو تنبؤات، أنه ممكن يدمج فيها تطبيقات بحيث أن الشخص اللي مثلا عنده مشكلة في مجال الرؤية تصير هذه النظارة تعطي الرؤية في الوسطية مساحة كبيرة، بحيث أنها تعطي مساحة أكبر للشخص اللي عنده ضيق في مجال الرؤية. ممتاز. وبناء عليها قد تعطي علاجات أو نسميها أجهزة مساعدة للناس اللي عندهم ضعف الإبصار. وقد تفتح مجال كبير لتحسن النظر والعلاج بعض الأشياء اللي ما نقدر نعالجها في الوقت الحالي، فقد يكون جانب إيجابي أيضا. صحيح. دكتور على السريع، كيف نحافظ على صحة العين؟ طبعا صحة العين ضرورة وشيء مهم الواحد يحافظ على نظره. رقم واحد وهو صراحة جدا جدا مهم وقليل الناس يعني يعطيه اعتبار كبير، اللي هم موضوع السكر. مرض السكر هو أكثر مرض ممكن يأثر على العين وعلى الشبكية. كثير من الناس يعتقد أنه إذا نظره كويس مو لازم يفحص شبكيته، وهذه معلومة خاطئة. حتى إذا كان الشخص نظره 6/6، إذا هو عنده سكر
لازم يسوي فحص للشبكية بشكل سنوي على الأقل. طبعا بعض الناس مرضى سكر يجي يقول لي والله يا دكتور طب انا اقعد على الجوال، اقول له اقعد على الجوال راحتك، اهم شيء يضبط لي السكر. صحيح. تحصل تراكمي 8-9 وشايل هم الجوال، اقول الجوال ما راح يسوي لك شيء من غير شر، جفاف واشياء بسيطه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، دائما ننصح بلبس النظاره الشمسيه عند الخروج في الشمس باستمرار، خاصة اللي يكون فيها خاصية الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية، هذه تحمي من غير شر من لحميات العين، من المويه البيضاء، تحمي الشبكية. رقم ثلاثة وذكرناها يمكن قبل ما نطلع على الهواء، اللي هو موضوع العدسات اللاصقة. احنا ترى كأطباء عيون ما نحب لبس العدسات اللاصقة، لا سمح الله تعرض العين للخدوش جراثيم، وبالذات عدم النوم فيها أبدا، عدم مشاركتها بين الأصدقاء ولا الصديقات. فالعدسات اللاصقة تعتبر من الأشياء اللي لازم واحد يحترز فيها ويحاول يقننها قدر المستطاع. رقم أربعة اللي هو الفحص الروتيني، بالعادة ننصح بالفحص الروتيني للشخص على عمر 40 لضغط العين العصب البصري، وبعدها على حسب توجيه الطبيب. وفحص الأطفال على عمر السنة إلى 3 سنوات، ما هو فحص المدرسة، فحص مبكر عشان من غير شر نتجنب اللي هو أي كسل مضاعفات. العين. نعم. بالذات كسل العين. لأن هذا الشيء إذا ما اكتشف في الصغر قد لا يعالج في الكبار. سعد دكتور عبد المجيد الفاخري، شكرا جزيلا وشكرا لقبولك هذه الدعوة. الله يعطيك العافية، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا مشاهدينا، بعد الفاصل طرق لإيجاد البهجة في حياتك وكيف يمكن التخلص من المشاعر المكبوتة.